اعتقد نهايات الموسم الماضي كانت ممتازه للسيليه كما هو حال البدايات. لوك بدينا كره خطيره، الله يا مرور ويا له من مرور، تصويبه حكايه ثانيه بيساريه رائعه رائعه لواجنر. ممحول شريطة أن تستثمر، إذا استثمرت إذا استغلت حاضرة لمصلحة المرخية. لاعبين اثنين أمام الكرة الآن، ممكن ملعوب لا يتقدم ليلعب ركلة ثابتة إلا بمثل هكذا الطريقة. في اللقطة الماضية ألين تراوري، الله، كرة ثابتة حاضرة لمصلحة السيلية، قريبة ترسل ساقطة في المنطقة الثانية، هدف ثاني للسيلية، لكن هذا الهدف يسأل عنه تماما دفاع المرخية. دفاع الكرة ثابتة على خط الستة ياردة، اللاعب بهكذا طريقة دون رقابة لعوبة خطيرة داخل المنطقة، ما زالوا أي أد السيلية ما يسجل إلا الحلو، ما يسجل إلا الممتع. هوبا هوبا يا مجدي، هوبا، انا لسه كنت اتحدث عنه انه مميز، ويا ما استمتعنا به باهداف يسجلها بتسديداته من خارج المنطقه. هنا واحد للريال، تعود الكره انطلاقه سيلاويه خطيره باداء هجومي ممتاز، لكن الرياح تجري مغايره معاكسه، ما فيها رايه فعلا، ما فيها رايه، عرضيه مثاليه راسيه اروع ونهايه سعيده للسيليه. الشواهين مجددا تحلق، يا سلام على عرضية غانم القع، هو مدافع ممتاز عبيدي، هتاخذ يا سلام بشكل ممتاز، تعود الله 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 الله، تكمل 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 والخامس، انا لسه يا دوب، لكن لاحظ حمد العبيدي، الله 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 الله، هتاخذ اولى بينه وبين واغنر، هتاخذ ثانيه بينه وبين محمد مدثر، عرضيه بعد ذلك بالمقاس على راس نزار. الهدف الماضي 60 80% منها لحمد العبيدي، كل هذا العمل ومدافعيه ولاعبي المرخيه يكتفوا بالمشاهده. المرخيه علي مجبل، تقليص الفارق، علي مجبل يقلص الفارق، ربما تأخر الهدف يا علي. لما كان مع الوكرة تابعناها لما ارتدى قميص الريان، نشاهدها الآن وهو مع المرمى.